السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا النهارده فيديو جديد. النهارده هنعمل الباترون ده على الايتامين. الباترون ده انا جايباه من على النت. انا رسمه الباترون اللي هعمله على ورق المربعات، فطبعا المربعات كبيره جدا، فباين الرسمه كبيره قوي، بس لما تبقى على القماش طبعا المربعات بتاعه الايتامين صغيره، فمش هتبقى بنفس الحجم ده. اهم حاجه العد. انا هنا عديت 3 مربعات، والطول تقريبا كانوا 15 او 17 مربع. بستخدم هنا خيوط الملوني على 4 فتلات، كل الشغل هيبقى على 4. هنا عملنا البداية. زي ما عارفين دايما في الايتامين بنعمل كده، بنسيب فتلة في الظهر بناخدها معانا بنشتغل عليها، وكده بيكون التثبيت بتاعنا، ونقدر نثبتها بالطريقة العادية برضو، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة اتجاه الخيط. اتجاه اول خيط او اول صف بيكون مايل كله، او انا عملته مايل كله ناحية اليمين، التاني هيبقى العكس مايل ناحية الشمال. كده هيبقى ده الروتين بتاع الغرز كلها او روتين الرسمة كلها بنفس الطريقة. كل الشغل غرزة الكروس. هنا اخدت العدد اللي انا عايزاه بالظبط ومشيت كله صف واحد، وبعدين برجع عليه كله عكس الاتجاه. ده كده كان اول صف. عايز اعمل الصف التاني ويكون بنفس اتجاه الخيوط، فعملت الغرزة دي علشان بس اظبط بيها اتجاه الخيوط. كده انا ظبطت اتجاه الخيط اللي اتفقنا هيبقى نفس الاتجاه في كل الشغل. ممكن تعملي العكس، بس اهم حاجة يبقى الشغل كله في نفس الاتجاه.
كده احنا خلصنا الثلاث صفوف، وبعدين بنزل كده عدد الغرز اللي موجود ده، بعدهم وبنزل عددهم، وبعدين بعمل غرزتين. الرسمة دي عبارة عن سور، يعني اكن السور جنينة وعليها ورد من فوق، يعني ممكن تتكرر تاني نفس الرسمة تاني، تكرريها مرتين او ثلاثة لو بتعملي حاجة طويلة شوية، او بتحتاجي مثلا تحطيها على بشكير او على مفرش كبير حبة، ممكن تكرريها. يعني هنا بعد ما خلصت بمشي كده من تحت من الظهر علشان اعمل الغرزتين اللي قلت لكم عليهم، الفواصل اللي ما بين العمودين اللي عملتهم. دلوقتي عملت كمان الغرزتين التانيين، وبعدين بثبت ده كان اول عمود. عايزة اعمل التاني، التاني اقل منه بمربعين اهو، لازم ارجع للباترون تاني اهو، اقل بمربعين. العدد لما يبقى مظبوط وشغلك زي الباترون اللي بتشتغلي منه هيطلع الشغل كويس والرسمة تطلع مظبوطة. لو اختلفت في حاجة بتلاقيها الرسمة فيها حاجة غلط مش مظبوطة معاكي. كده خلصت كمان الجزء التاني في نهايته كده. برجع تاني للباترون، لازم في كل خطوة ترجعي للباترون علشان ما تشتغليش حاجة مش موجودة او تنسي حاجة.
كده عملنا التلات أعمدة دول، فضل واحد أقصر منهم كمان بمربعين برضو. كده عملنا رابع عمود. البطرونات دي ممكن تجيبيها من على النت، ممكن تجيبيها من اي محل بيبيع خيوط وادوات التطريز، ممكن بيبقى عندهم بطرونات لحاجات كتير. بتختاري اللي انت عايزاه وبتنفذيه. الاحسن ان انت تكوني عندك حاجة بتشتغلي منها على طول، لو حطها على الموبايل يبقى بتنقلي على طول من الموبايل، او لو قدامك البطرون ورق بتشتغلي منه لازم ترجعيله كل شوية. كده السور كله خلص بالشكل ده اهو. طبعا زي ما قلت لكم الباترون كبير علشان المربعات كبيره. دلوقتي عايزه اعمل الوردتين بالغصن اللي فوق السور، بشوف مكانه وبعد بالظبط المربعات بتاعته قد ايه، وبعدين بثبت وابتدي اشتغل. بنقل كده خطوة خطوة علشان ما تلخبطش.
كده بعد ما خلصت الاخضر فاضل اعمل الازهار بقى او الوردات. بتأكد من المربعات في الباترون ان انا كده شغالة صح. هما 4 مربعات وبرضو براعي اتجاه الخيط يكون نفس اتجاه الشغل كله اللي انا عاملاه. انا كده خلصت. زي ما قلت لكم ممكن تكرروها بقى لو بتعملوا حاجة كبيرة شوية، بشكير او مفرش كبير، وممكن لو عايزاها بس كده على طارة بس كده كديكور تابلو فبتكتفي بيها كده وبتقفلي الطارة عادي جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون خفيف ويكون مفيد ويكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي بيشوفني لاول مرة يشوف بقية الفيديوهات لو عجبته يشترك في القناة، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.